النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. بنك صفوة الإسلامي. LG. المناصير للزيوت والمحروقات. العملاق، مش كل من نظف عملاق. حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده. المركزية، وكلاء تويوتا ولكزس. سبوي. شيفت، حوالات مالية فورية. مجمع الملك الحسين للأعمال. متابعينا متابعي طقس العرب الكرام في الأردن، أسعد الله أوقاتكم بكل خير وصحة. نقدم لكم نشرة الأحوال الجوية الرئيسية الخاصة بهذا اليوم الاثنين، وسنستعرض فيها حالة الطقس المتوقعة في المملكة خلال الأيام القادمة بمشيئة الله. وكما نعلم هي مصورة مسجلة من المنزل نظرا للظروف الصحية المتعلقة بأزمة كورونا في العالم. نبدأ معكم هذه النشرة الجوية باستعراض محاور الطقس الخاص بالفترة القادمة. توقعات باستمرار الأجواء الربيعية اللطيفة المستقرة خلال اليومين القادمين حتى يوم الأربعاء. انخفضت درجات الحارة خلال هذا اليوم الاثنين مقارنة بالأمس الأحد بشكل واضح وملموس في شمال ووسط المملكة، في حين استمرت الأجواء مائلة للحارة في المنطقة الجنوبية تحديدا محافظة معان العقبة، مع ارتفاع في تركيز في الغبار في الأجواء، كذلك الحال المنطقة الشرقية. هذه المناطق ستستمر بالتأثر بذات الأحوال الجوية المماثلة يوم غد الثلاثاء، حيث تكون الأفضلية بالأجواء الربيعية اللطيفة صوبة بمناطق الشمالية والوسطى من المملكة، مع ارتفاع في نسب الرطوبة بشكل واضح. كذلك الحال تكون الأجواء باردة مع ساعات الليل بمشيئة الله تعالى، مع رياح غربية معتدلة السرعة. تستمر لا تزال التوقعات تشير إلى وجود امتداد لمنخفض جوي مرفق بكتلة هوائية باردة صوب عطلة نهاية الأسبوع القادم اعتبارا من يوم الخميس وحتى السبت بمشيئة الله تعالى. مزيد من التفاصيل حول هذه الوضعية الجوية تباعا في النشرات الجوية القادمة. ننتقل معكم الآن لاستعراض آخر صور الأقمار الاصطناعية والتي ترصد حركة السحب من حولنا مباشرة لدينا هنا في طقس العرب. نلاحظ معكم من خلال هذه الصور وجود كميات من السحب متوسطة وعالية الارتفاع من النوع غير الممطر، تغطي مناطق واسعة في بلاد الشام بما فيها مناطق المملكة. كذلك الحال نلاحظ معكم صوب أقصى المنطقة الجنوبية والشرقية في المملكة استمرار تواجد تركيز مرتفع في الغبار في الأجواء، وهذا واضح على صور الأقمار الاصطناعية. ننتقل معكم الآن في استعراض لدرجات حارة المتوقعة في طبقات الجو المنخفضة من خلال هذه الخرائط، والتي توضح انخفاض درجات الحارة نهار هذا اليوم الاثنين مقارنة بالأيام الماضية. نلاحظ معكم هذه الألوان فوق المملكة تحديدا شمال وسط المملكة، والتي تعكس انخفاض الحارة لتصبح ضمن أو في سياق معدلاتها المعتادة في مثل هذا الوقت من العام. لكن نلاحظ معكم المنطقة الجنوبية المملكة، شرق المملكة، أيضا الدول المجاورة شمال السعودية وغرب العراق لا تزال تحت تأثير كتلة هوائية أكثر دفئا وحرارة من المعتاد في تلك المناطق. لكن بالتقدم نحو يوم الثلاثاء والأربعاء نلاحظ معكم أن هذا الهواء البارد أو الكتلة الهوائية الباردة نسبيا التي تتموضع إلى الشرق من المتوسط تدخل بشكل أكبر صوب اليابسة، وبالتالي شمول مناطق جنوب وشرق المملكة بهذا الانخفاض المتوقع في الحرارة خلال يومي الثلاثاء والأربعاء بمشيئة الله، بحيث تصبح الأربعاء أقل من معدلاتها الاعتيادية بمثل هذا الوقت من العام بقليل بمشيئة الله تعالى، مع بقاء واستمرار الأجواء المستقرة في المملكة الحديث هنا حتى يومي الثلاثاء والأربعاء. ننتقل معكم الآن لاستعراض آخر خرائط هبات الرياح الخاصة بنا هنا في طقس العرب. نلاحظ معكم من الخرائط الخاصة بمحاكاة سرعة هبات الرياح بأن الرياح ستستمر خلال 36 أو 48 ساعة قادمة، هي رياح غربية معتدلة السرعة إجمالا، مع وجود بعض الهبات النشطة كما هو مبين على هذه الخرائط في المناطق المرتفعة من المملكة، كذلك الحال مناطق البادية بمشيئة الله. ننتقل معكم الآن لمشاهدة توقعات الحالة الجوية خلال الليلة القادمة في العاصمة عمان. أجواء باردة، هنالك ارتفاع في نسب الرطوبة في العاصمة عمان، كذلك الحال نلاحظ معكم ظهور بعض السحب على ارتفاعات مختلفة
مختلفة، أجواء باردة بالفعل مقارنة بالليالي الماضية. توقعات الخاصة بالثلاثة أيام القادمة في العاصمة عمان، نلاحظ معكم استمرار الانخفاضات التدريجية على درجات حارة خلال أيام القليلة القادمة. يكون هذا الانخفاض على الحارة واضحا يوم الخميس القادم مقارنة بالأيام الحالية، وتوقعات بأن تدخل المملكة اعتبارا من يوم الخميس ضمن سياق امتداد لمنخفض جوي سيتخذ من غرب الأراضي السورية مركزا له، مرفق بكتلة هوائية باردة ورطبة، متوقع أن يستمر تأثيرهما على المملكة حتى يوم السبت القادم، بحيث ترتفع فرص هطول الأمطار في أكثر من مناسبة في شمال وسط المملكة بمشيئة الله خلال أو ضمن تلك الفترة، في حين تستمر الأجواء باردة ليلا ربيعية لطيفة نهارا ومستقرة خلال يومي الثلاثاء والأربعاء بمشيئة الله تعالى. إذن كان كل ذلك من تحديثات لدينا هنا في طقس العرب. من المنزل إلى اللقاء.